السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في وصفة. فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل على التغيير، وعشان التغيير ده يكون إيجابي لازم تعرف قيمة صوتك، لازم تعرف إن صوتك هيبني، لو هيتباع هيهد. طبعا حلقتنا النهارده يمكن ضيوفنا او ضيفنا اللي مشرفنا في حلقتنا النهارده ظهر معانا اكتر من مره، ونقلنا كاميراتنا لوجوده لمكان ترشحه، بحيث ان احنا نشوف اراء الناس عنه في ما بين الاهالي في دايرته. او قبل ما ابدا حلقتي، وقبل ما اتكلم عن دور مرشحنا النهارده، وقبل ما اتكلم عن شخصيته، أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة إن شاء الله، النائب المنتظر أو نائب الغلابة زي ما لقبوه، أستاذ عمرو عزب. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا وسهلا فندم. معانا جيران أستاذ عمرو، بما أن أعلننا امبارح عن حلقتنا كلموني ناس كتير قوي كانوا حابين يشاركوا معانا النهاردة، زي لما بيعرفوا هو متواجد فين وحابين يشاركوه في كل مكان. معانا النهاردة أستاذ أحمد محمد، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. ومعانا الحاج موسى، أهلا بحضرتك حاج موسى. طبعا حلقتنا النهاردة مش هتكلم كتير عن مرشحي، لان انا ممكن يكون كلامي بالنسبة له ما يتخدش بمحمل ان انا بديله حقه، لان هو فعلا انا مهما اتكلمت عن اللي شفته بعيني وعن اللي حضرته معاهم في ما بين الاهالي كتير جدا، لكن انا حابة يعني اسمعكم هو بناء على ايه فضل ان هو ترشح، برغم ان الترشح جه مش هقول غصب عنه، ولكن باتفاق مع اهل المكان وبالضغط عليه ان هو لازم يترشح، لان لقوه انسب واحد يكون على الكرسي. استاذ عمرو، في البدايه كده حضرتك كلمني عن سبب ترشحك. والله سبب ترشحي هو تكليف من اهل المنطقه، والحمد لله انا لقيتهم هم كلهم بيكلموني يا ريت ترشح نفسك لمجلس الشعب او لمجلس النواب. فأنا قبلت التكليف منهم، علشان فعلا البلد عندنا والمنطقة محتاجة حاجات كتير قوي، ولازم حد يكون حاسس بالناس دي وحاسس بوجعتهم، بيشرب من ميتهم، ماشي على طريقهم، بيتعالج في مستشفياتهم، بيعلم أولاده في مدارسهم. فإن شاء الله أنا قبلت التكليف، وإن شاء الله إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة، لأننا أصلا من أبناء القوات المسلحة، من أبناء الصعقة. فأنا قبلت التكليف، وإن شاء الله هنكون وهنسير على بركة الله إن شاء الله بأمر الله. ربنا يوفق حضرتك يا أستاذ عمرو. بالنسبة للترشح ده مسؤولية كبيرة جدا، عشان خاطر نقدر نحدد الأهداف دلوقتي أو نقول هنعمل إيه، أو أستاذ عمرو إن شاء الله مسؤول عن إيه، مسؤول عن حاجات كتير قوي. صعب أنك تنزل تختار حد ما يكونش قد ثقتك فيه. لما تيجي تختار، اختار الإنسان اللي دايما تسمع في منطقته، وخصوصا منطقته، لان دول اكتر ناس عارفين الشخص ده من زمان وهو بيعمل ايه. استاذ محمد بعد اذنك الفيديو معانا جاهز. تمام. طيب استاذ محمد، استاذ احمد اعتذر، كلمني النهارده لما قلت لي انا عايزه اجي لازم اشارك، لازم اقول كلمه عن استاذ عمرو على الهوا ولازم ابقى معاه، كلمني عن استاذ عمرو او حابب تقول له ايه. الحاج عمرو اولا يعني من قبل الانتخابات هو فاتح بيته الكبير والصغير، بيحل مشاكل ناس كتير، بيقف في الخير كتير، بيساعد ناس محتاجه وناس غلابه كتير. فهو كده كده من قبل الانتخابات هو بيته مفتوح للخير وللناس كلها. واحنا اللي عرضنا عليه فكره الانتخابات، هو كان رافض نهائي يعني موضوع خوض الانتخابات وكده، قلنا له انت كده كده بتعمل خير، فعاوزين الخير ده يوسع. كل واحد مننا ليه طبقه معينه، سقف معين بيقف عنده، فانا عاوزينك يا حاج انت تروح وتيجي، تخش اقسام، تخش مديريه، تقابل محافظ، تتكلم باسمنا. احنا ناقصنا حاجات كتير فعلا، احنا تعبانين، ولا صرف ولا طريق ولا مستشفيات ولا اي حاجه. فخش يا حاج يمكن ربنا يقول لك انت هتقضي حوايج الناس. حسيت ان هو قد المسؤوليه دي واكتر كمان، هو اكتر واحد يعني نثق فيه في الموضوع ده ان شاء الله. طيب التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للعم موسى، كلمني برضو عن حبك لاستاذ عمرو. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا بتشرف بالكاست الجميل ده، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمولد النبي. حضرتك نرجع لموضوعنا ثاني. الحاج عمرو من انسب الشخصيات اللي احنا عرفناها موجوده في الجبل الاصفر. لقينا عنده الطيبه، لقينا عنده الرجوله،
لقينا عنده نخوة الإنسان اللي بيخاف على بلده صح، لأن هو من القوات المسلحة، وإحنا نعرف الرجال القوات المسلحة يمتازوا بالعزيمة بالصبر وبالجلد، وهو إنسان بسيط بالنسبة لنا زينا زيه، ولادنا معاه بيلعبوا مع ولادنا، بياكل زينا بينام زينا، ما عندوش الشيء التاني، فإحنا التمسنا فيه الخير لأن هو أهل خير، وعرفنا سيرته من قبل أي شيء كان للترشح، بيته مفتوح زي ما قال ابني أحمد لجميع الطوائف تخش فيه، وإحنا بنعرف إن هو ليه باع كبير قوي مع المساكين، وليه باع كبير قوي مع اليتامى، وأي شيء يطلب منه ينفذه. طيب، وإحنا عشان كده بنحبه. تيجي نشوف مع حضرتك كده وجود أستاذ عمرو في أي مكان بيبقى عامل إزاي، وترحيب الشباب، وخدوا بالكم من الناس اللي جريت عليه شباب في شباب، غير طبعا في رجالة كبار، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا أستاذ موسى يعني من الناس اللي بناخد بركتهم. تعالوا نشوف معانا الفيديو بعد إذنك أستاذ محمد، نزلهولي. زي ما حضراتكم شفتوا معانا الفيديو دوت، استقبال كان معمول مخصوص، مؤتمر كان معمول مخصوص من اهالي دايره الخصوص لاستاذ عمرو، ودي طريقه استقبالهم. طبعا انتوا ما كنتوش معانا او ما كنتوش معايا انا شخصيا، وشفتوا المنظر كان عامل ازاي. ده احنا يعني اللي قدرت اجيبه القليل جدا من الناس، عشان خاطر طبعا التصوير زي ما حضراتكم عارفين بيبقى شاق وصعب جدا ان احنا نجيب الناس كلها. استاذ عمرو، سبب ترشح حضرتك بالنسبة لأهالي دايرتك أو للدايرة، هل لقيت أن من ده يوفر عليك الوقت أنك تعمل الخدمات بأسرع وقت ممكن؟ والله يا فندم، أنا قلت زي ما قلت لحضرتك كده، هو تكليف وإن شاء الله أنا أدي التكليف ده. المنطقة عندنا محتاجة حاجات كتير، محتاجة تعليم، محتاجة صحة، محتاجة طرق. الناس في التعليم بياخدوا كل الشهادات بتاعتهم ويقعدوا في البيت، يعني احنا عندنا بطاله كبيره، عندنا محتاجين كل حاجه. بس حضرتك اصلا يا استاذ عمرو بتساعد اصلا في الحاجات دي، يعني لو حد احتاجك بيلاقيك. ماشي، احنا بنساعد على قد امكانياتنا. بالظبط، احنا ما عندناش الاليات اللي نقدر نساعد بيها. يعني احنا بنساعد على قد ما بنقدر، لكن في اصوات عاوزين، مثلا زي موضوع الميه. احنا الميه، عم موسى بيقول لي كلمه غريبه قوي، ربنا يديله الصحه وطوله العمر، بيقول لي يا عمرو انا عايزك ان شاء الله لما تقعد على الكرسي نفسي في حاجه واحده بس. بقول له يا عم موسى؟ بيقول لي نفسي اتغسل بعد عمر طويل، نفسي اتغسل بميه نظيفه، ميه طاهره. احنا عندنا الميه اللي بنشربها اختلطت بالصرف الصحي، فلما يكون ده رجاء من عم موسى راجل مربيني، نفسي اتغسل بميه نظيفه. يبقى الميه شكلها ايه؟ يبقى الطريق شكله ايه؟ يبقى المستشفيات، احنا عندنا المستشفى المركزي، المستشفى دي بتخدم مركز الخنجة كله، بقى لها 6 سنين بيطوروها يا استاذه، 6 سنين بيطوروا المستشفى مش بيعملوها. يعني ده مستشفى معموله وجاهزه وشغاله، وفيها الاطباء وفيها السراير وفيها كل حاجه، فاصبحوا كده في يوم وليله احنا هنطور لكم المستشفى، متشكرين، احنا مستنيينكم تطوروا. بيطوروها في 6 سنين. الصين عملت المستشفى في 10 ايام، نشأوها في 10 ايام في كورونا، ايام كورونا لما قلنا طب المستشفى بتاعتنا افتحوها، افتحوا لنا المستشفى، قالوا ان شاء الله بعد 10 ايام. هي خلصت بنسبه 99% وان شاء الله خلصانه. عندنا سياده الرئيس بيقول 100 مليون صحه. سياده الرئيس لو سمع على شاشه حضرتك النهارده ان في مستشفى خلصانه بنسبه 99% مش محتاجه حاجه ومقفوله، اكيد هيفتحوها. يبقى ده اول طلب طالبه مني منطقتي، وان شاء الله على قناه حضرتك هتفتح قبل ما نروح باذن الله. طيب، ايه الصعوبات اللي بتقابلك يا استاذ عمرو في انك انت لما بتيجي تساعد حد في اوراق في حاجات الكلام ده، ايه الصعوبات اللي بتقابلك؟ ايه الصعوبات؟ التسهيلات.
بص انا عارفه ان حضرتك من كتر ما بتقعد في مع مشاكل الناس، من كتر ما بتشوف، من كتر ما بيحصل لك يعني بعض الوقعات معبي كتير، ونفسك لما تقعد على الكرسي تعدل كتير. بس خلينا في الهادي كده، عشان الشباب دايما محتاجين بعض الحاجات، واهم حاجه الشباب بتحتاجها في اي منطقه، في اي منطقه او في اي دائره، هي مشكله البطاله. كلمني برضو عن مشكله البطاله، ممكن تحلها باي طريقه. بص يا استاذه، احنا هنحترم قوي ان احنا على الهوا، فعلى الهوا هنقول الكلام اللي ينفع يتقال، لكن احنا بالنسبه لمركز الخنكه مش موجود، مش مهمشين، لا مش موجودين. ازاي مش موجودين؟ يعني احنا عندنا الحمد لله، يعني الحمد لله احنا عندنا قياده حلوه قوي، قياده صالحه قوي. لو حضرتك بصيتي واحنا جايين كده على الطريق، الله اكبر، احنا بقى عندنا احسن شبكه طرق في العالم. طب احنا بقى كخنكه عايزين نشوف الطرق دي، عشان نوصل للطرق دي احنا عايزين، لو انا عندي عربيه خاصه عاوز اعمل لها عفشه كل 15 يوم، او انا عاوز اركب مواصلات عاوز اكسر عربيات الناس وظهري وانا ماشي، ما عندناش طرق تؤدي للطرق دي، ما عندناش. ما عندناش يا استاذه. حضرتك بتكلميني على البطاله. البطاله احنا عندنا من اكبر المشاريع، سياده الرئيس لما جه زار المشروع بتاع الصرف الصحي وبيقولوا له موجود في قريه، قال لا دي مش قريه، ما ينفعش تبقى دي قريه وفيها المشروع الضخم ده، دي مدينه. والله لو هم ثبتوا عند كلمه الرئيس كنا زماننا بقينا مدينه. بس مدينه ازاي واحنا اصلا ما عندناش طرق؟ مدينه ازاي واحنا اصلا ما عندناش صرف صحي؟ مدينه ازاي واحنا التعليم عندنا تحت الصفر، تحت الصفر؟ مدينه ازاي والمستشفى بتاعتنا اللي كانت موجوده بتخدمنا بقى لها 6 سنين بيطوروها؟ مدينه منين يا استاذه؟ طيب قبل ما ننفعل اكتر من كده يا استاذ عمرو، بعد اذنك عايز الفيديو معانا يا استاذ محمد، اللي انا عايزه الدخله الخاصه بالمؤتمر بقى بعد اذنكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتحدث إليكم اليوم بخصوص انتخابات مجلس النواب 2020. أقدم لكم الأستاذ عمرو محمد العزب أبو العلا، وشهرته عمرو العزب، المقيم بالخنكة الشيخ مصلح، مرشحكم عن دائرة الخصوص الخنكة الجبل الأصفر العبور، رقمه الانتخابي 14، رمز الريشة. فهو خير من يمثلنا لحسن خلقه وسمعته الطيبة، فهو رجل عصامي استطاع بناء نفسه بنفسه، حيث أنه كان يعمل بقوات الصاعقة المصرية ثم استقال لظروف خاصة ولم يتكبر عن العمل، فعمل قصائق ميكروباص، ثم بعد ذلك ولحسن خلقه وسيرته الطيبة والتزامه أصبح يمتلك أكثر من ميكروباص، إلى أن فتح الله عليه فأصبح يمتلك أكبر مصنع لصناعة الكراسي بالشرق الأوسط من طراز خاص. فهو رجل لا يتأخر أبدا عن كل من استعان به ومد له يد العون لطيب أصله وكرم أخلاقه، فلقد نشأ في أسرة متوسطة الحال، فلذلك هو أولى شخص لهذا المنصب لعلمه بكيفية عيشة الكادحين ولإخلاصه في مساعدة الجميع، حتى وإن تطلب الأمر مجهودا ماديا أو معنويا، فرجاء الوقوف إليه كتفا لكتف سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، ولا تنسوا انه الاستاذ. احنا كل واحد بيحتفظ الاثنين التانيين براحته ونفسه، مفيش في ادنى مشكله. احنا ما بنحضرش على حد نقول له اختار مين مع عمرو عزب، ولكن احنا كل اللي يهمنا ان رقم 14 رمز الريشه ده يكون رقم واحد عندنا احنا هنا. الكلام ده احنا قلناه ووعدناه في الجبل الاسفر ولازم ننفذه هنا. فاحنا هننفذه هنا وهننفذه في الانتخابات. فاحنا بنتكلم كلنا عشان كلنا راجل واحد وكلنا اخوان. فاما انا قايل عليك يوم الانتخابات واقول لك ان اهل بيتك ان مسايفك ان حبايبك عمرو عزب رمز الريشه رقم 14، ما يجيش في ذهنك ان انا واخد جنيه من عمرو عزب. عمرو عزب ده اخ، وعمرو عزب احنا بنرد له ربع اللي هو عمله، عشان كده كلنا اخوان.
فاحنا زي ما بنقول بنختار ثلاثه فردي والقايمه الثلاثه الفردي يكون منهم الاستاذ عمرو عزف اللي هو طبعا عرضنا لكم بعض التعريف البسيط جدا عن استاذ عمرو، ومش هقول عن شخصيه استاذ عمرو، لا انا هقول عن الاعمال اللي حب يساعد فيها او يعملها عشان يساعد شباب منطقته. وبرده عرضنا بعض كلمات رجال الخصوص اللي عملوا له احتفاليه كبيره بحضوره. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. استاذ احمد قول لي حضرتك طالب ايه من استاذ عمرو؟ مش هقول لك بقى زياده عن الحاجات اللي الشباب هناك طالبوها، بس عايزين حاجه عامه تكون حضرتك بتحاول توصل له رايك من خلالها، ان فيما بعد ان شاء الله لما يقعد على الكرسي يحققها لك. بس حضرتك يا استاذه، احنا ولا هنقول 100 جنيه ولا هنقول 50 جنيه ولا هنقول كرتونه، احنا ماشيين ورا عمرو عزب حبا فيه عشان هو ابن بلدنا، واحنا عاوزين وقت ما نخبط عليه نقول له احنا محتاجينك يقول لنا انا جاهز تحت امركم، عشان احنا اللي حطيناه على الكرسي، ولا هو بيصرف على حد ولا بيدي حد فلوس ولا كسران حد، فاهمني؟ هو احنا بصوتنا هيتحط على الكرسي ده، فاحنا عاوزين حاج عمرو احنا عندنا مشكله، عندنا طرق، عندنا ميه، عندنا لا قدر الله مصيبه، انت هتنزل معانا هنجيبك من بيتك. والراجل ده هو كده يعني، عمره ما حد هيخبط عليه وتاخر عنه. تمام. حاج موسى قول لي او قول للاستاذ عمرو ايه اللي حضرتك بتحاول توصله له ان هو يسعى ليه ان شاء الله بعد حصوله على الكرسي. ربنا معاه وان شاء الله هينجح، انا حاسس بكده. ولكن انا بوجه له كلمه، مطالبنا كتيره ان شاء الله وانت قدها ان شاء الله، وشايف فيك الخير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك. عندنا حاجات كتير، الصحه، التعليم، عيالنا تشتغل، الاراضي بتاعتنا تبقى كويسه، نشرب ميه حلوه ان شاء الله، نشوف مواصلات كويسه. وانا ان شاء الله يا عم موسى انا تحت امرك وتحت امر الناس. الامر لله وحده. عم موسى انا الحمد لله قاعد معاكم بقالي 25 سنه. نعم. وجعتكم هي وجعتي، وشايف كل اللي انتم شايفينه. انا الحمد لله بفتح الحنفيه بشرب نفس الميه بتاعتك. نعم. عم موسى بامر الله بامر الله احنا التكليف هنكون قده، وان شاء الله هنسير وهنكون بطانه صالحه للقياده الصالحه يا رب ان شاء الله باذن الله. نتمنى ذلك من الله ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. ربنا يوفقك يا استاذ عمرو. طبعا استاذ عمرو مش هقول هو اللي اختار ان هو يرشح نفسه، ولكن اهل دايرته زي ناس كتير وزي استاذ احمد وزي استاذ موسى هم اللي بيحاولوا وفضلوا وراه لحد ما اقتنع ان هو يدخل المجلس. خلينا نشوف الفيديو معانا يا استاذ محمد. ومعانا بعض اراء الشباب في منطقه الجبل الاصفر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اسم حضرتك؟ محمود سيد ابو ضيف. استاذ محمود، بالنسبه للمرشحين النازلين في المنطقه تيالي عددهم اكيد اكيد كبير، دلوقتي حضرتك اكيد ليك مرشح معين انت حابب تختاره او تدي له صوتك، مين هو؟ هو بالنسبه للمرشحين اللي موجودين في الدايره هو فعلا كتير جدا، بس احنا بنأيد ابن بلدنا الحاج عمرو عزب عن منطقه الشيخ مصلح، واحنا واقفين معاه ان شاء الله باذن الله. ليه استاذ عمرو؟ استاذ عمرو يعني بالنسبه له الاعمال بتاعته اللي بتقوم قبل انتخابات مجلس الشعب اعمال كتير جدا، وبيسعى في الخير في حاجات كتير، غير ان هو هنا بيبقى موجود بيحل بعض المشاكل اللي موجوده ما بين الاسر وما بين الاشخاص، فمتولي موضوع الاحكام العرفيه هنا، وده في حد ذاته ان هو يحل مشكله ما بين عائلات، ده في حد ذاته تقدر تأهله ان هو يقدر يبقى موجود في البرلمان، يقدر يشوف مشاكلنا العامه اللي موجوده على مستوى الدايره والمنطقه، فده كفيل لوحده. بيقدر يتواصل مع الشباب والكبار ولا ليه فئه معينه من المجتمع؟ لا، الحاج عمرو يعتبر متواصل مع كل الفئات، اذا كانت الشباب او الاعمار السنيه الكبيره او الصغيره او السيدات. لا، هو فاتح بابه هنا وفتح وجوده هنا في البيت بتاعه والمقر بتاعه، فاتح بيته لكل الناس مش لحد معين. بالنسبه زي ما حضراتكم كده شايفين معانا ان معظم المرشحين لاستاذ عمرو او اللي ان شاء الله هيدلوا بصوتهم لاستاذ عمرو معظمهم شباب، طبعا المستقبل محتاج للشباب اكتر دلوقتي، والكبار برضو لان الكبار هم بركتنا، ولكن الشباب هم بالنسبه لمستقبلنا هم اللي محتاجين حد يراعي احتياجاتهم. اتشرف باسم حضرتك. بسام شعبان. اهلا بحضرتك يا استاذ بسام. قول لي يا استاذ بسام برضو نفس السؤال، حضرتك هتأيد مين؟ والله احنا بنأيد ابن منطقتنا الحاج عمرو عزب، اخونا الكبير، راجل يعني احنا بندور دلوقتي على حد ينفع الناس فيما بعد،
ندور على حد، مش ان احنا نديله صوته وبعدين ما نلاقيهوش. الحاج عمرو متواجد معانا ابن المكان، فبالتالي هيراعي مصالح ولاد المكان وهيراعي الاشخاص، الفقير قبل الغني. احنا مش عاوزين حد ننتخبه وما نلاقيهوش بعد كده، اللي هو بعد ما يقعد على الكرسي ما نشوفوش. احنا عاوزين حد من المكان عشان بعد كده يشوف مشاكل الناس. طيب بالنسبه برضو لموضوع استاذ عمرو، لان انا لاحظت كتير قوي في معظم الحلقات اللي احنا بنعملها ان معظم الاصوات اللي هتروح له ان شاء الله بامر الله وهو بامر الله النائب المنتظر معظمهم شباب. بصفتك شاب من الشباب ديت وبصفتكم كلكم معظمكم شباب، كلمني عن احتياجاتك في المنطقه او في الدايره. هو اولا هو الاحتياج مش احتياج شخصي، هو احتياج عام. احنا دلوقتي عندنا الطرق، عندنا 100,000 مرشح يعني كسبوا قبل كده او نجحوا في الانتخابات، بل بالتالي ما بنشوفش منهم اي حاجه. عندنا الصحه متدمره، عندنا الطرق زي ما حضرتك شايفه، عندنا المايه وحشه، عندنا حاجات كتير جدا غير ادميه، غير اصلا ما ينفعش ان شباب او اي. احنا بنبص، انت بحضرتك بتسالينا عن الشباب، الشباب ليه بتايد او بتعارض؟ احنا دلوقتي عشان الشاب مننا محتاج ان حد يعينه في العيشه اللي احنا عايشينها، بس احنا مش هنخرج من المكان ده. وبعدين عندنا اطفال، والاطفال طالعه عاوزينهم يطلعوا في مجتمع احسن من اللي احنا عشنا فيه. ان شاء الله. طبعا ده راي الشباب معانا او متطلبات الشباب، ان ما بيكونش متطلب شخصي، لا هو اجتماعي اللي هيفيد الجميع. طبعا هنشوف، هنكمل حوارنا ان شاء الله، نحاول نتتبع خطوات الاستاذ عمرو، هنعرف هو وصل لفين دلوقتي، ورا كاميرتنا هنروح له ان شاء الله. طبعا من 2020 رمز الريشة، خليكوا فاكرين وسط الناس نقف صفين في الانتخابات، كلنا ننتخبوا للتجديد، كبير وصغير منتخبين واقفين في الصف ومنتظرين في الانتخابات. ابن الجدعان، ابن الجدعان، عمر العزب، عمر العزب، عمر العزب، الناس احنا اخترناه، نسعى في الخير على طول وياه، رمز الريشة على طول معاه، صوتي وقلبي روح فداه، رقم 16 الناس فاكراك، انزل بقلبه ما تجليش، صوتك امان عشان تعيش، عند اللي جني تف ونقول ابن الجدعان، ابن الجدعان، عمر العزب، عمر العزب، عمر العزب، انك معايا بسرعه في دار وقف ورايا، صوتك دفعه للنجاح، اصواتنا اقوى من السلاح، عايزين نوحد الاصوات. ورجعنا لكم بعد التقارير اللي شفناها النهارده عن راي الشباب في استاذ عمرو. شباب كتير قوي قوي قوي، انا بتكلم وانا جوايا سعاده، لان بجد انا حضرت وشفت بعيني ده، شفت قد ايه الشباب لما تبقى ماشي في دايره فيها اكتر من مرشح بتسمع معظم الاراء الحلوه الايجابيه عن شخص واحد، حاجه كويسه جدا جدا جدا. قالوا عنه ان هو بيفض منازعات، قالوا عنه بيساعد شباب، قالوا عنه حاجات كتير قوي 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 تخلينا نفكر 100 مره، او تخليكم بالنسبه لمنطقه الخنكه والخصوص والعبور تفكروا وانتم نازلين مين اللي يستاهل صوتكم، مين اللي محتاج صوتكم عشانكم مش عشانه، لان هو كده كده في مكانه بيساعد وبيساند، هو محتاج عشان يبقى قوه ليكم. استاذ عمرو بالنسبه لان حضرتك ان شاء الله بامر الله، من اول ان شاء الله بامر الله وجودك على الكرسي، هتغير ايه؟ هغير ايه؟ هغير الخوف اللي حضرتك شفتيه. الشاب بيتكلم وهو خايف، الشاب بيتكلم وهو بيقول أنا مطلبي مش مطلب شخصي، مطلب عام. هو إيه الفرق بين المطلب الشخصي والفرق بين المطلب العام؟ عشان هم سمعوه كده. كل ما حد يروح يقول لحد أنا عاوز من حضرتك طلب، يقول له لا ده طلبك شخصي. فبقى أي حد يتكلم النهارده يقول لك إحنا طلباتنا طلبات عامة. هو طلب خاص على طلب خاص على طلب خاص بقى طلب عام. يعني أنا لما يكون والدي تعبان وعاوز أجيب له علاج على نفقة الدولة، أو أعالجه أو أعمل له عملية على نفقة الدولة. انا لما اكون والدي تعبان وجاري جه والده تعبان واخويا ابنه تعبان، مش الطلبات الخاصه دي لو جمعناها على بعض بقت طلبات عامه؟ بقى مطلب عام؟ لا بقوا يخافوا، اصلك انت جاي لي في طلب شخصي. طب انا لما اكون مثلا عاوز اشتغل
انا اشتغل، ما انا خلاص خدت شهاده وعاوز اشتغل. لما اروح اقول لك شغلني تيجي تقول لي ده طلبك شخصي، ما هو ده الطلب العام، ما دي البطاله. ليه خوفتوا الشباب؟ بجد احنا عاوزين نطمن الشباب ونقول لهم طلبكم الشخصي هو الطلب العام. لما اجي اقول لك انا ما عنديش ميه، انا ما عنديش ميه، ما الميه اللي في الحرفيه بتاعتي والميه بتاعت جيراني، ما هو ده طلب برضه عام. الطلبات كلها والله اساسها طلب شخصي، بس في الاخر المجمل بيبقى طلب عام. بس كل واحد لما بيجي يطلب الطلب يقول له لا تعالى كلمني في طلب عام. طب ايه الفرق بين الطلب العام والطلب الخاص؟ انتوا ليه العام بتخصخصوه؟ هنتكلم تاني ونقول ايه يا جدعان، ما تخوفوش الشباب. اللي يترشح من الشباب او اللي يترشح عن الشباب او عن الناس يدي لكل الناس ويدي لكل الناس مطالبها. انا ابني مثلا خلص ثانويه عامه، زي ابني مثلا الحاج علاء عنتر جه بيقول لي ابني خلص ثانويه عامه عاوز يخش الكليه الحربيه. ازاي يخش الكليه الحربيه ولا ازاي يخش كليه الشرطه؟ ازاي؟ ما لازم يكون ليه حد يقدر يقول الراجل ده خلص وعايز. ما ده برده مش طلب خاص، ده برده طلب عام، عشان الراجل ده لو برده ابنه اتعلم ودخل كليه الشرطه ولا كليه الحربيه ما هيخدم البلد كلها، هيخدم مصر. هي مصر هي الضابط، مصر هي الموظف، مصر هي المدرس. المدرس اصلا المقهور، المدرس اصلا يا استاذ احنا هنتكلم عن التعليم، مفيش تعليم، مع العلم ان مصر مهد الحضارات، مصر اللي بتصدر كل حاجه لبره. العالم بتاعنا المصري هو اللي بيخترع كل حاجه، لكن ما بيخترعهاش في مصر لان ما لقاش فرصته في مصر. مفيش عداله اجتماعيه، مفيش يا استاذه. شكرا. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. استاذ احمد انت عندك كام سنه؟ 32 سنة. أنا مش جايبة لك عروس، أنا بسأل لسبب عشان خاطر المشاهدين معانا يبقوا عارفين سنك، بحيث إن طبعًا أنت في عز شبابك. إيه أكتر مشكلة تقابلك بعد البطالة؟ بالنسبة لدايرتك، إحنا مش هنتكلم بقى في أي منطقة، لأن نفس مشاكل المنطقة دي هي نفس مشاكل المنطقة، إحنا بلد واحدة. المخدرات. الشباب بقت بلا وعي. ده العين من دول قاعد في ركن كده بيعمل اي حاجه، بيشرب اي حاجه، فاهمني؟ مفيش رقابه على الناس دي. يعني دي من اختصاصيات استاذ عمرو ان شاء الله بعد ما يقعد على الكرسي. ما هو اصلا رقابه. رقابه. تمام. شغل الناس اللي قاعده نايمه اللي بتاخد شهريات دي شغلها. عم موسى حضرتك شايف بالنسبه برضو لشباب دايرتك، يمكن بتكلم دايما عن الشباب وعن اعمارهم، بحيث ان زي ما قلت في الفيديو اللي ظهر معانا من شويه ان الشباب هي مستقبل وهي اللي بتبني وطن. شايف استاذ عمرو يقدر يعمل ايه للشباب زياده عن اللي بيعمله معاهم؟ هو ممكن يعمل حاجات كتير في ايده. طبعا الشباب ده عاوز يشتغل، عاوز يجهز نفسه للحياه، عاوز يقدر يبني مستقبله. زي ما قال ابن احمد المخدرات منتشره عندنا بطريقه غير طبيعيه. طب ليه؟ ايه السبب في هذا؟ العيل لما بينجح واخد شهاده لازم يدور له على عمل، لما يدور له على عمل بيتلاقي في العمل ده بيقدر يمشي من الساعه 7 يجي الساعه 7، يبقى ما عندوش وقت لشيء تاني. انما العيال قاعده، ما في ثلاث ارباع العيال قاعده، ما فيش شغل، ما فيش اي شيء. تيجي تشتغل عند اي قطاع تاني ولا اي حاجه تلاقي بياخد دمه على حاجات تافهه، مبالغ تافهه كلها، ايجار شهري، ما فيش مواصلات، الاكل والشرب خلاص كده. فالناس كلها بتبقى قاعده عاوزه تشتغل. احنا زمان كنا نطلع من بيوتنا الساعه 7 نيجي الساعه 4 5 بنشتغل، والحمد لله كان في احنا قبضة ولدنا، وبنينا الحمد لله وطلعنا معاشات الحمد لله وبناخد مرتبات كويسه كنا الحمد لله. انما مفيش دلوقتي مين شاب عنده يقدر يمتلك حاجه زي كده، لا هو قادر يتجوز ولا هو قادر يبني بيته ولا قادر يعمل حاجه. فاحنا ده ان شاء الله التزام ان شاء الله من النائب بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. وانا يعني مش عايز اقول لك انا بحلم واقوم الاقي الراجل ده نائب ان شاء الله بامر الله وربنا يديله ان شاء الله. لقيته نيته سليمه لله، احنا شفنا فيه كده، يشغل لنا عيالنا، يعمل لنا اي شيء منفعه للبلد، اي شيء، وربنا معاك. طبعا ده كلام عم موسى حبا في استاذ عمرو وحبا وتشجيعا ليه، ولكن انا سمعت الكلام ده من ناس كتير جدا في المنطقه هناك بما يرضي الله. انا ما بزودش كلام،
انا سمعت الكلام ده قالوا عنه ان هو بنى مصنع عشان خاطر الشباب، برغم اي نعم ان اي حد بيبقى محتاج ان هو يبني مستقبله بيبني وبيفكر ان هو يعمل مجاله اللي هو بيفكر فيه، ولكن لما يكون بيفكر ان هو يعمل ده بجانب مساعدة الشباب بتبقى حاجة كويسة قوي. كل منطقة فيها ناس كويسة، مش هقول زي استاذ عمرو عشان ما يبقاش برضو شهادتي مجروحة، ولكن امسكوا فيه وبايديكوا واسنانكوا حاولوا سكوا تفكروا 100 مرة قبل ما تدوا لحد. استاذ محمد بعد اذنك الفيديو. معلش الاخوة الحضور كده الرجاء الصمت والتزام الهدوء. معلش بس نلتزم الهدوء والصمت بعد اذنكم. التزام النظام. نرحب بالسادة الضيوف، مرحبا بكم في ارضكم وفي بيوتكم. بعد اذن الناس اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسف يا جماعه، انا اسف. يا جماعه بوشه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اتشرفت بيكم كلكم بجد، اتشرفت بيكم والله العظيم. يا جماعه انا مبسوط اني شايفكم. الظرف اللي حصل كان غصب عني، ابنكم وقع من على السلم وانا جيت مخصوص عشان اقول بجد احنا ما عندناش صحه، قسم برب العزه ما عندنا صحه. اللي يموت يموت، اللي يولع يولع، اللي ما معهوش فلوس يموت. يا جماعه بجد اللي ما معهوش فلوس يموت. انا بعتذر منكم، اطلع اغير هدومي وانزل لكم في دقيقه واحده، في دقيقه، ادوني دقيقه اغير هدومي عشان بجد انا عايزكم كلكم. هقول لكم حاجه، علشان بجد اللي احنا فيه ده حرام. طبعا زي ما شفتوا معانا كده كميه الوجع وهو بيتكلم لموقف هو تعرض له عشان الناس مش عشانه هو. مش هقول مقتدر ان هو يحل المشكله اللي حصلت اليوم ده، ولكن هو اتضايق عشان خاطر الناس الغلابه اللي ما معهاش وبتدخل في مكان زي الصحه بتبقى محتاجه ان هي في الفور لازم يكون في انقاذ للضنا وما لقاش او ما بيلاقيش. طب ايه العمل في اللحظه دي؟ لازم يكون صوتي واصل عشان اقدر اساعد. زي برضو ما شفتوا معانا دخلته، يعني هحاول ان انا اتكلم بشكل هادي شويه. زي ما شفتوا دخلته في المكان، الشباب جريوا عليها وعملوا ايه وشالوه ازاي. وعلى فكره والله انا كنت موجوده، الموقف ده حصل يمكن في معظم المؤتمرات اللي اتعملت عشانه وبيه وليه. الشباب كانوا بيجروا عليه يشيلوه شيل، عارفين يعني ايه راجل بيساند وبيقف ورا الشباب يتشال بالطريقه دي؟ ومش مره، ومش عشان المؤتمر او افتتاح المقر، لا، عشان خاطر فعلا بيخاف على الشباب.
وبيخاف على أهالي دايرته وبيتكلم بحرقة، هو قادر كان يعمل أي شيء عشان خاطر يحل مشكلته، ولكن هو رجع وفي قلبه وجيعة إن هو لازم يكمل مشواره ولازم تقف وراه. أستاذ عمرو. نعم أنا عارفة إن الموقف ساعتها كان صعب، وخلينا نتكلم كده بالراحة، والحمد لله اطمئنينا على ابن حضرتك محمد. ألف سلام عليك يا محمد لو شايفني، وحمد لله على سلامتك في بيتك حبيبي. كلمني عن الصحة وعن المشاكل وعن المشاكل اللي واجهتك بقى في اليوم ده، بس كده ايه من غير انفعال ومن غير مضايقة. يا أستاذة احنا الملفات اللي عندنا ملفات تقيلة بس حلها سهل. هو كل اللي ساكت واخد حقه، كل اللي ساكت واخد حقه. مجلس الشعب يعني 100 مليون مصري تحت القبه، يعني اصواتنا كلنا تحت القبه. اللي نازل علشان يبقى عضو مجلس شعب بعد احترام الكل اعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين ما هو الا ميكروفون، هو ميكروفون لصوت الشعب. ال 100 مليون ما ينفعش يتحطوا تحت القبه، ولكن كل 50,000 ولا 40,000 ولا 30,000 بيرشحوا عنهم نائب. النائب ده هو ميكروفون لصوت ال 30,000 عشان يوصل اوجاعهم، يوصل مطالبهم، يبقى صدى صوت ليهم مش صدى صوت لنفسه. مش اشتراهم بكرتونه ولا ب 100 ولا ب 200 ويقول انا نازل عشان احوش عشان اجيب الفلوس دي تاني، لا هو نازل عشان يشوف واجهه عم موسى، يشوف واجهه احمد، يشوف واجهتي، يشوف واجهه حضرتك. عضو مجلس الشعب في تحت القبه يعني الجمهورية مصر العربية مش لدايرته بس، لكن المناطق بتاعتنا احنا عشان احنا كنا بنسيء الاختيار. ايوة احنا كنا بنسيء الاختيار، لان احنا لو ما بنسيءش الاختيار كانت المستشفى اللي بيطوروها بقالهم 6 سنين دي على الاقل كانت اشتغلت، كانت شبكة الطرق اللي سيادة الرئيس بيعملها كنا احنا وصلنا ليها بطريق ممهد حتى طريق ادمي. ايوة ما عندناش، ايوة احنا عايزين، ايوة محتاجين. انا واحد من الناس لو انا ما بقتش عضو مجلس شعب هطالب اللي جاي واقول له احنا عايزين بقى نغير. التغيير من عندنا احنا، التغيير من بطاقتي انا، من بطاقه جاري، من بطاقه والدتي، بطاقه والدي، بطاقه اولادي. ناخد البطاقه اللي هو صوتي، صوتي وصوت الناس، صوت الناس كلها. شال رئيس جمهوريه من منصبه بعد 30 سنه له ما له وعليه ما عليه، كان حلو وكان وحش بس صوتنا شاله، وصوتنا برضو حط غيره، وصوتنا برضو بيجيب عضو مجلس الشعب. صوتنا غالي بس الناس بترخصه، صوتنا غالي قوي يا مصريين، احنا صوتنا غالي قوي وبلدنا غالية قوي، فلازم نحافظ على صوتنا علشان بلدنا. هاتوا للريس بطانة صالحة، لان هو عضو مجلس شعب يعني راجل تشريعي وراجل رقابي، لكن الموجودين ولا كانوا تشريعيين ولا كانوا رقابيين بأدلة كتير قوي، ومش هتكلم عن أدلة عشان احنا برضو على هوا. تمام. طيب أستاذ عمرو كلمني برضو عن مش هقول لك احتياجات الدايرة أو المكان، برغم ان انا عارفة ان لو قلنا أو سألت حضرتك السؤال ده هتطلع كتير من اللي جواك. خلينا نتكلم عن مساندتك للشباب هناك، مساندتك للناس اللي بتحتاجك. انت انا عايزك يعني بمعنى صح عايز اعرف حب الناس ده بالطريقه دي لحضرتك. مفيش بني ادم بيقول انا بعمل، ولكن احنا بندي امثله لشخص معانا ومتواجد معانا يتكلم من جواه ويوصل ده للناس. بص يا استاذه احنا تشرفنا بوجود سياده الرئيس عندنا مره، وده فكرني بالفيلم بتاع زيارة سيادة الرئيس او جواز على قرار جمهوري، مش عارف جواز بقرار جمهوري جواز بقرار جمهوري، لما كان جاي الرئيس سفلته الشارع لحد ما جه لحد مكانه، كان جاي عشان يزور المشروع بتاع الصرف الصحي. والرئيس لما جه بيقول المشروع ده في قرية، قال له قال لهم لا، مشروع بالضخامة دي مش المفروض انه يكون في قرية، المفروض يكون في مدينة. طب الطريق اللي جه عليه سيادة الرئيس ده طريق عرضه فوق ال 50 متر، وطريق اصلا كان مكسر وسلفلتوه يوميها سلفلتوه، بس الاسفلت اللي هو ايه بتاع وقته اللي هو النهارده بتاع الزياره، وبكره ايه هيمشي سياده الرئيس ويتكسر تاني. الطريق ده على الاقل ممكن يشيل
من البطالة على الأقل من مركز الخنكة لا يقل عن 3000 واحد. إزاي؟ الطريق ده مثلا لو اتمهد واتعمل محلات على الجنب بتاع السور بتاع الصرف الصحي، المحلات دي لو اتباعت بالقسط للشباب تخيلي هيتعمل كم محل على مسافة 7 كيلو؟ كم محل؟ كم شاب هيشتغل؟ لو اشتغل المحلات دي 3 شفتات تخيلي في كل محل على مستوى 5 كيلو، لو اتكلمنا مثلا في 5000 محل احنا اتنقلنا نقلة كبيرة قوي. ممكن تحتاجوا شباب كمان من بره. نقلة كبيرة قوي، اتنقلنا نقلة كبيرة قوي، شغلنا ناس بفكر صغير قوي. طيب مشروع زي الصرف الصحي ده كل الناس اللي موجودين في الصرف الصحي جوه ولا هم من الخنكة ولا هم من الجبل ولا هم من أجاورنا؟ لا، الناس دي على دماغنا من فوق، بيجوا من بعيد، بيجوا من الشرقية، بيجوا بيكلفوا الدولة مواصلات، بيكلفوا الدولة تكاليف كبيرة، مع العلم ان احنا عندنا بطالة في منطقتنا، بس عشان نعين ما بنعرفش نعين، لان ما عندناش حد حاسس بوجعتي ووجعة جاري، ما عندناش حد عارف ان احنا عندنا في كل بيت واحد او اتنين في البطالة، احنا عندنا كمية بطالة كبيرة قوي. انا لو وعدت الشباب اوعدهم ان شاء الله هنقدر نعمل مشاريع عشان يشتغلوا، لان هم نفسهم يشتغلوا، نفسهم يعملوا، كلهم حواليا. خلي بالك انا مبسوط قوي بقصه الترشح لعيدوت مجلس الشعب، احنا كان في حاجات كتير قوي ما كناش عارفينها، والله فعلا ما كناش عارفينها. ليه؟ لان المشكله اللي بتجيلي كانت بتجيلي على قدي، يعني مشكله في 2 متخاصمين، 2 متخانقين، في مشكله مش عارف واحده جوزها بيتطلق، يعني المشاكل مشاكل عائليه او لكن لما جيت قلت ان انا خلاص بقدم اوراقي لعيدوت مجلس الشعب لقيت حاجات صعبه قوي، حاجات صعبه قوي، وتتحل بكلمه، تتحل بكلمه توصل. احنا عايزين اللي يبقى مننا واخد صوتنا عشان عملنا له كرسي بقى راجل وزير منتخب بصوتي وصوتك يقول كلمتي وكلمتك، يوصل وجعتي ووجعتك، ما وصلش مشروعه، لا انت كده كده هتاخد مشروع، كده كده ليك مرتبات كبيره. ما تشوف الناس دي، شوف الناس اللي هم امنوك على صوتهم، شوف الناس اللي خلوك وزير منتخب، شوف الناس دي وجعتها ايه. بجد انا بوعد الناس من خلال القناه بتاعتك وقدام المولى عز وجل ان شاء الله لو ربنا وفقني للمكان ده هيحصل تغيير، بأمر الله يحصل تغيير، ويحصل تغيير على قد مستوى الدولة، لأن دولتنا كبيرة، دولتنا عظيمة، مصر كبيرة يا أستاذة، احنا عندنا مشاكل كبيرة قوي لكن برضو تتحل بكلمة. ليه؟ وصل الكلمة للمسؤول أكيد هيتصرف ويحلها، لكن لما تكون انت ساكت هعرف من انك موجوع، طول ما انت ما بتقولش بطني بتوجعني يبقى انت سليم، مش هجيب لك علاج، لكن لما تقول انا تعبان هجيب لك علاجك. وصل وصل عشان دي امانه، ما تسكتش، وانت من صوتك انت لكل واحد موجود معاه بطاقه رقم قومي معاه صوت، صوتك قوي جدا، اوعى يبيع من لا يملك لمن لا يستحق، ما تديش الكرسي لمن لا يستحق، اديه لمن يستحق. شكرا. اتمنى يكون صوته وصل لكم وتكونوا حسيتوا قد ايه ان ابن بلدكم، انا بكلم طبعا وبناشد بالاخص اهالي دائره المنطقه، منطقه الخنكه والعبور والخصوص، انا شايفه ان هم مش محتاجين ان انا اقول لهم ده، لان انا شفت الحب معاهم، بالنسبه حبهم للاستاذ عمرو، شفت قد ايه هم بيساندوه، شفت قد ايه هم محتاجينه، وهم اللي قالوا له عايزينك تبقى ظهرنا في البرلمان. طبعا مرشح لعضوية مجلس النواب استاذ عمرو عزب رمز الريشة رقم 14، ومش بقول لكم روحوا انتخبوه، انا بقول لكم فكروا، شوفوا، اسمعوا، لو لقيتوا اختلف عليه مش هقول لكم 2، لان انا بالنسبة لي لما نزلت والله 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 ويمين اتحاسب عليه ما بسمعش عنه غير الخير في الخير. ومن بدايتنا لو هنرجع للحلقات اللي فاتت، اصلا معرفتي باستاذ عمرو كانت عن طريق ان هو كان متواجد في مكان خير وبيتبرع عليه، طبعا ده انا مش ما ينفعش اقوله، بس انا بوفيه حقه، ومع ان ده مش حقه. كلمه اخيره يا استاذ عمرو في اقل من دقيقه. صوتك امانه، بجد صوتك امانه، صوتك هتتحاسب بيه قدام ربنا، وقبل ما تطلع لربنا هيحاسبك عنه ابنك، هيحاسبك عنه ابنك، هيقول لك يا بابا
انت اديت صوتك لمين؟ انا كنت محتاج تعليم، كنت محتاج صحة، كنت محتاج لما اخد شهادة اشتغل. انت اديت صوتك لمين؟ فصوتك بجد، صوتك امانة، ما تدوش الا اللي يستاهل. اسمع كل الناس واسمع وشوف وتأكد واستخير ربنا. استخير ربنا. للأسف الوقت خلص. للأسف الوقت خلص. هو ما أكيد هيستشير ربنا، وأكيد ربنا بيفعل كل خير إن شاء الله. وأنا بهنيكم يا أهل دايرة الخنكة والخصوص والعبور إن عندكم شخص زي أستاذ عمرو عزب. شرفتوني جميعا، شرفتوني يا أستاذ عمرو. للأسف وقت حلقتي خلص. أشوفكم على خير إن شاء الله.